للانطلاق في الشوط الثاني. انطلقت أفراس الإنتاج عمر 3 سنوات في الشوط الثاني المخصص لجميع الدرجات المتنافسة على جائزة زايد البكش السبيعي، أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، في مقدمة هذه الأفراس القامرة فيما محاولات من رهد وأيضا تقدم من عنقلمها في هذه اللحظات وبقية الأفراس المتنافسة. وشاهد تنافس مثير في هذه اللحظات، وأفراس الإنتاج عمر 3 سنوات القامرة تقود الأفراس المنتجة محليا فيما المركز الثاني، محاولات من عنقلمها للتقدم في هذه اللحظات فيما أشاهد دوش في المركز الثالث من الخارج، همة في محاولات من المركز الرابع التراجع لهمة وتقدم لرهد الآن في المركز الرابع، لازالت القامرة بقيادة الخيال عبد الله العضيب في المقدمة فيما المركز الثاني عنقلمها. الآن المحاولات تبدأ من همة، همة تشد الهمة الآن في هذه اللحظات وتنطلق متقدمة للمركز الثاني فيما القمرة لازالت في المركز الأول، والكوع الأخير قبل الدخول لخط النهاية، القمرة لازالت في المقدمة فيما همة للمركز الثاني الآن بقيادة الخيال أحمد الشايع، وتنافس مثير. وعنقلمها في المركز الثالث، همة تتقدم والقامرة في المركز الأول الآن، همة للمركز الثاني، همة الآن تتقدم في تنافس مثير، تنافس يشتد بين همة والقامرة، القامرة في المقدمة الآن، القامرة همة، القامرة همة، القامرة تحسم هذا الشوط، وهمة للمركز الثاني.